أحيانا عليك أن تدير ظهرك للبعض. نعم. عليك أن تدير ظهرك ليس غرورا ولا تكبرا ولا حتى تجبرا، بل من أجل صحتك وراحتك ومن أجل أعصابك واتزان مشاعرك. فبعضهم لا علاج له سوى التجاهل، سوى أن تبتعد، سوى أن لا ترد، سوى أن تكون أنت في واد وهم في واد آخر. لا علاج لهم سوى أن تدير ظهرك لهم. فأحيانا في هذه الحياة علينا تجاهل بعض المواقف وبعض الأشخاص وبعض الكلمات حتى نستطيع أن نكملها بدون نكد أو تعكير أو منغصة.